حارس محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي الأهلي على متابعة عمل اللجان المعاونة مع وصول منافسات البطولة إلى دور 16. تأهل فريق الأهلي لكرة السلة رجال إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد فوز مثير على الجزيرة ب 67 نقطة مقابل 66 ضمن منافسات نصف النهائي. سيطر الماتادورز على مجريات اللقاء التي شهدت ندية وإثارة بين الفريقين. اختتم فريق الإسماعيلي تدريباته تحضيرا لمواجهة الأهلي يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري. أعلن نادي السد القطري انتهاء موسم لاعبه البرازيلي جيلارمي توريس بسبب الإصابة، ما يعني عدم قدرته على المشاركة في مباريات كأس قطر وكأس أمير الدولة في ختام الموسم الحالي. وأشار نادي السد في بيان له إلى أن اللاعب خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الكاحل، وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة نسبية من أجل التعافي. أعلنت وزيرة الرياضة الإسبانية بيلار أليجريا تعيين فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد الإسباني رئيسا للجنة التي ستشرف على تسيير أمور الاتحاد الإسباني لكرة القدم لحين إجراء انتخابات جديدة بعد شهور من الفضائح شهدت إقالة وتحقيقا في ملفات فساد لرئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس، وهي الأزمة التي يراقبها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي ويهدد حيالها بتجميد الكرة الإسبانية. نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي في قيادة فريق برشلونة للفوز على فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل فيها ثلاثة أهداف ليرفع رصيده إلى 16 هدفا خلال الموسم الحالي في المركز الثالث بالتساوي مع أنتي بوديمير لاعب فريق أوساسونا، بينما يتصدر الأوكراني أرتيم دوفبيك مهاجم فريق جيرونا الترتيب برصيد 19 هدفا. أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان اتخذت قرارا بتمديد عقد المدرب لويس إنريكي الذي سينتهي عام 2025 قبل مواجهة بروسيا دورتموند الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بعد نجاحه في أول موسم له على رأس الجهاز الفني. أكدت تقارير صحفية أن نادي ميلان الإيطالي تقدم بعرض للتعاقد مع لوبيتيجي لمدة 3 سنوات ليكون خليفة للمدرب بيولي، لكن الرفض جاء من عدد كبير من جماهير النادي. وبحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن إحدى الصفحات الشهيرة طرحت استفتاء على جماهير ميلان حيث رفض أكثر من 10,000 شخص في أقل من 48 ساعة تعيين لوبيتيجي، فيما وصفته الصحافة الإيطالية بالحملة الإلكترونية لإبعاد المدرب الإسباني عن روسونيري. وجاء سبب الرفض للمصوتين وفقا لتعليقاتهم لعدم ثقة الجماهير في إدارته للفرق الكبرى، لا سيما الفشل مع ريال مدريد بعد قضاء 4 أشهر مدربا للفريق الإسباني. توج فريق ليستر سيتي بلقب الشامبيونشيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على نورث إند بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 45 من المسابقة، ليصبح أكثر فريق توج بالمسابقة على مر التاريخ متفوقا على مانشستر سيتي برصيد 7 ألقاب. رفع فريق ليستر سيتي رصيده للنقطة 97 بفارق 7 نقاط عن ليدز يونايتد الوصيف قبل جولة على نهاية المسابقة والعودة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.